مشاهدينا الكرام، منذ الأمس ارتبط اسم الإعصار دانييل في ليبيا بالموت والتدمير، والسؤال ما قصة هذا الإعصار ومن أين بدأ؟ تحديدا في 4 سبتمبر الماضي ظهرت منطقة ضغط جوي منخفض فوق اليونان، حيث ساهمت حرارته في إنتاج الرطوبة اللازمة لتكوين العاصفة، وانتقلت العاصفة باتجاه اليابسة فوق شبه الجزيرة البلقانية، مما أدى إلى هطل أمطار غزيرة على المنطقة. وتم تسمية العاصفة باسم دانييل في اليوم التالي من قبل الخدمة الوطنية للأرصاد الجوية اليونانية. بعد ذلك تحركت العاصفة باتجاه الشمال الشرقي. في 8 سبتمبر اكتسبت العاصفة خصائص استوائية فرعية وانتقلت إلى الجنوب الشرقي قبل أن تتحول إلى إعصار استوائي. في اليوم التالي حيث دخل اليابسة بالقرب من مدينة بنغازي في ليبيا كعاصفة استوائية أول أمس الأحد. وبدأ الحديث عن الإعصار دانييل بشكل ملحوظ بعدما ضرب اليونان وتركيا وبلغاريا الأسبوع الماضي، إذ تسببت العاصفة في إحداث دمار فيها الأسبوع الماضي ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 26 شخصا في الدول الثلاث وفقا لوكالة الأسوشيتد بريس. وقد أعلنت فرق الإنقاذ اليونانية أول أمس انتشال جثث 4 أفراد وسط اليونان، ليرتفع عدد القتلى إلى 15 شخصا جراء أشد عاصفة ماطرة تشهدها البلاد منذ بدء تسجيلها عام 1930. وقد أدى الإعصار دانييل أيضا إلى انهيار المنازل والجسور في اليونان، كما دمرت المدارس والطرق وأعمدة الكهرباء وغرقت الحيوانات. وقالت السلطات اليونانية إنها أجلت أكثر من 4250 شخصا حتى الآن. مشاهدينا الكرام، يعد الإعصار دانييل أحد أشكال التغير المناخي المرعب الذي يضرب العالم وتزداد ضراوته عاما بعد عام، حيث حذر خبراء المناخ من أن ظاهرة الاحتباس الحراري تعني تبخر المزيد من المياه خلال فصل الصيف، مما يؤدي إلى عواصف أشد. حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة خبير الأرصاد الجوية وحيد سعودي. سعيد وحيد، أحييك على الجزيرة مباشر، وأريد يعني ابتداء أن أفهم منك قصة الإعصار دانييل وتأثيراته سواء في اليونان وبعد ذلك في ليبيا، ويقال أنه حتى وصل مصر الآن، ولكن طبعا بشكل أضعف، ليس إعصار، مجرد عواصف. دعنا نفهم منك القصة بشكل عام. هو طبعا حضرتك ده مش إعصار في الحقيقة، لأن العصير بتتكون فوق المحيطات وليس فوق مسطح البحار حضرتك. لكن هو نقدر نقول ان هو عاصفة شبه استوائية بدأ تكونها فوق اليونان حضرتك، ونتاج التبخر الشديد حصل عملية تغذية لهذا المنخفض فتحول إلى عاصفة شديدة جدا تشبه إلى حد كبير الإعصار من الدرجة الثانية أو الثالثة. طبعا مع عملية البخر بيبتدي يتحرك هذا المنخفض في اتجاه أعلى كمية بخر موجودة، إلى أن وصل إلى السواحل الشرقية إلى الجمهورية العربية الليبية. طبعا هذا المنخفض أدى في المقام الأول في بدايته إلى نشاط الرياح المثيرة للرمال والأسلحة اللي وصلت بالفعل إلى حد على العاصفة، ومعها تدهورت الرؤية تماما وإلى اضطراب كامل في حركة الملاحة البحرية فوق مسطح البحر المتوسط. ونظرا لوجود منخفض جوي آخر في طبقات الجو العليا تحديدا على ارتفاع 5.5 كيلو من سطح الأرض، للأسف كان مصحوب بتيار نفاث شديد البرودة. في هذه الحالة حضرتك بتحصل حالة من حالات عدم الاستقرار الشديدة جدا، اللي هي بتشبه تماما التأثيرات الناجمة عن الأعاصير. فشاهدنا طبعا سقوط أمطار غزيرة ورعدية وصلت إلى حد السيول على بعض المناطق ذو الطبيعة الجغرافية الخاصة اللي هي طبعا بتعتبر جبلية، وإلى الفيضانات نظرا لدمار بعض السدود اللي كانت مبنية في الجمهورية العربية الليبية. فطبعا حصل تدافع للمياه الشديد أدى إلى فيضانات، أدت إلى قطع الطرق، وأيضا إلى غرق معظم الكائنات الحية الموجودة في هذه المناطق، حتى السيارات والمباني والجسور لم تنجو من هذه المياه.
طبعا السؤال الاهم دلوقتي حضرتك، هل احنا عرضه ممكن ان هذه الحاله تتكرر؟ طبعا شيء طبيعي مع الانحراف المناخي وظاهره الاحتباس الحراري، ممكن انها تتكرر مره واثنين وثلاثه حضرتك. انا طبعا هقف شويه استاذ وحيد، مع سيد وحيد، مع مساله التغير المناخي، لان الحقيقه عايزين نفهمها بشكل يعني اكثر تبسيطا. لكن على حد علمي ان هذه العواصف وهذه الظاهره وصلت الى مصر بالامس بشكل او باخر، كيف كان تاثيرها على مصر وعلى السواحل المصريه؟ لا ضعيفه جدا طبعا حضرتك مقارنه بما حدث في الجمهوريه العربيه الليبيه، لكن المنطقه الغربيه لجمهوريه مصر العربيه تحديدا عند السلوم، سيدي براني، مطروح، الاسكندريه، كان هناك هطول للامطار الغزيره والرعديه. لكن الحمد لله ان اليابسه عندنا افقيه تماما، ما فيهاش اي تضاريس، فده لم ينجم عنه لا سيول ولا فيضانات. طبعا لاحظنا يمكن منذ الصباح الباكر ان في نشاط في الرياح المثيره للرماد والاتربه، ومع حركه هذا المنخفض بمحاذاه ساحل البحر المتوسط من الغرب الى الشرق، طبعا ادى الى هطول الامطار الخفيفه والمتوسطه على بعض من محافظات الوجه البحري والقاهره، ونشاط محدود للرياح. من المعلوم ان مثل هذه المنخفضات كلما اقتربت من اليابسه بتفقد تماما قوتها، لانها طبعا بتبعد عن عمليه البخر اللي موجوده، او بالمعنى الاصح بيتقطع عنها الحراره الكامنه الناجمه عن تحول المياه من الحاله السائله الى الحاله الغازيه اللي هو بخار الميه حضرتك. كان بعض المواطنين في مصر النهارده بيشتكوا من وجود رائحه غير طيبه في الجو، هل ده كان بسبب تاثيرات هذه العاصفه ام ماذا؟ طبعا حضرتك، هو لكن ممكن نقول مثلا في تسريب غاز، في اي روائح موجوده، في بعض الحاجات مثلا العفنه موجوده في الارض مع نشاط الرياح، شيء طبيعي بتنقل هذه الروائح الى اماكن عديده حضرتك، لان عارفين طبعا ان حركه الهواء في هذه المناطق بتبقى الحركه بتاعتها من الغرب للشرق. ففي مسار هذا الهواء او الرياح اذا قابل اي ريحه او غاز او ما شابه ذلك، شيء طبيعي في المناطق الداخليه هنشم ريحته، ولكن كانت ضعيفه يعني وغير مؤثره حضرتك، وما استمرتش على فكره اكثر من نصف ساعه. نعم، عايز اعود معاك لمساله التغير المناخي، وان ده كان ليه سبب مباشر في ازدياد مثل هذه الظواهر، خصوصا في بلادنا التي لم نرى فيها ابدا مثل هذه الكوارث الخطيره للحقيقه. عايزين نفهم منك ببساطه هذا الامر سيد وحيد، تفضل. حضرتك طبعا كلما ارتفعت درجات حراره الغلاف الجوي عن معدلاتها الطبيعيه، ده شيء طبيعي جدا بيسبب كوارث، لان هنا مسطحات المياه بتبقى مهيئه تماما لتكون المنخفضات الاستوائيه، والتي سرعان ما تتحول الى منخفضات تشبه في تاثيرها الاعاصير. ده بالنسبه لمنطقه شمال افريقيا حضرتك، لكن لو رحنا مثلا لمناطق الخليج، في طبعا المحيط الهادي وما شابه ذلك، ممكن انها تتحول الى ظاهره الاعاصير. ويمكن شفنا كتير جدا ان مثلا سلطنه عمان والمنطقه مثلا الشرقيه من الامارات العربيه المتحده ضربت بمثل هذه الاعاصير. كل ده كان نتاج ظاهره الاحتباس الحراري او ارتفاع درجه حراره المسطحات المائيه، خاصه عند المناطق الاستوائيه بنلاقي العمليه دي نشطه جدا، لان بتبقى كل الظروف الجويه مهيئه لتكون مثل هذه المنخفضات، والتي سرعان ما تتحول الى ظاهره الاعاصير. طبيعي خلاص، يعني احنا نقدر علميا وفنيا ان احنا نتوقع مثل هذه الامور والظواهر قبلها بايام، وبالتالي نستطيع يعني او تستطيع الاجهزه ان تتخذ ما يلزم في هذا السياق، اليس صحيحا سيد وحيد؟ في جزء، في هنا جزئين حضرتك مهمين جدا. نمره واحد، لازم تكون البنيه الاساسيه او التحتيه للدوله تكون سليمه 100% حضرتك. بمعنى يعني ما نجيش مثلا الاقي مثلا في سدود مبنيه بمجرد حجاره موجوده مثلا او ما شابه ذلك، لا، لازم تبقى البنيه التحتيه مظبوطه جدا، في خرسانات وفي مهندسين طبعا ذو خبرات عاليه بيشرفوا على المباني وما شابه ذلك. نيجي بقى للعمليه الثانيه حضرتك، ان لازم المحافظه على البيئه. يعني احنا في دول كتيره جدا بنلاقي ان في نسبه الملوثات عاليه جدا، ما زلنا ان احنا بنستخدم الغازات الدفيئه والحديثه اللي بتزود غاز ثاني اكسيد الكربون، اللي بيزود من ظاهره الاحتباس الحراري
وما شابه ذلك حضرتك. فطبعا العملية وللأسف إن إحنا أنا بقولها بصراحة كده ضحايا للدول الكبرى، يعني ليه لم تلتزم حتى الآن الدول العظمى على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا وبعض الدول الأوروبية ببعض التوصيات اللي بتحدث بكل المؤتمرات اللي بتعقد كل عام؟ يعني فين الفلوس اللي قالوا عليها؟ فين تصدير التكنولوجيا؟ كل الكلام ده لو كنا ابتدينا فيه من زمان حضرتك ما كناش وصلنا إلى هذه الحالة السيئة. وعلى فكرة الغلاف الجوي ملوش حدود، النهاردة بيضرب ليبيا، بكرة يضرب ممكن دولة تانية تالتة، وما يعني ما فيش حدود للغلاف الجوي حضرتك، لازم يبقى فيه إجراء إيجابي وجديد. شكرا ملزم. نعم بشكرك على كل هذه المعلومات سيد وحيد سعودي خبير الأرصاد الجوية، كنت معي عبر الهاتف من القاهرة، وينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة الساحل السيد خليفة الدغاري عضو مجلس النواب عن بلدية الساحل. وأعتقد أني يعني حتى أتأكد منك طبعا ابتداء سيد خليفة أحييك على الجزيرة مباشر. مدينة الساحل من المدن التي تعرضت لأثار هذه السيول والعواصف، نريد أن نستمع منك عن واقع الحال لديكم الآن وتأثيراته بشكل أو بآخر، تفضل. شكرا بارك الله فيك، شكرا على الاستضافة. هو الحقيقة الحدث جل والمصاب كبير، وهذا الحصار الذي يعني عانت منه منطقة الجبل الأخضر بشكل كامل طبعا زي ما تحدث المحلل قبلي على الظروف المناخية المتغيرة بشكل عام وبشكل دوري وضعف أجهزة المراقبة عندنا في وطننا العربي بشكل كامل، في ليبيا بشكل خاص حتى الواحد يتخذ الاستعدادات الكاملة. فهذا الحدث ما كان متوقع أن يكون بهذه القوة وبهذا الحجم من الأمطار الهائلة التي استمرت لساعات طويلة في منطقة الجبل الأخضر. منطقة الجبل الأخضر طبعا والساحل، منطقة الجبل الأخضر هذه منطقة اللي أنا أحد نواب هذه الدائرة، طولها 140 كيلو متر على ساحل البحر المتوسط، تعتبر هي قدم الجبل الأخضر بالكامل، كانت أول ضحايا في هذه البلدية نتيجة لحصول أمطار غزيرة ووصول يعني وجود سيول كبيرة غمرت كل المناطق الموجودة بساحل الجبل الأخضر، ونتجت عنها وفيات، بل نتج عنها اختفاء منطقة بالكامل اسمها منطقة الوردية. إلى حد الآن ما زالوا الضحايا في السيول والوديان ولم نتمكن من يعني إنقاذهم. بشكل عام لا توجد استعدادات في الدول الليبية لمواجهة مثل هذه الكوارث الطبيعية، وضعف الإمكانيات أيضا كان موجود، وللأسف استمر من منطقة الساحل إلى مدينة البيضاء، وأيضا في عدد كبير من الأموات في هذه البلدية، ثم شحات وسوسة بشكل خاص، ثم كانت الفاجعة في مدينة درنا، المدينة التي سكانها يقارب 150 ألف نسمة من عواصم المنطقة الشرقية، من عواصم الجبل الأخضر. هذه كانت أكبر كارثة مرت بها مدينة درنا. المؤسف أن آلاف من الضحايا، ومن بينهم حتى جنسيات عربية، مصريين وسودانيين وسودانيين وغيرهم من الجنسية السودانية، طغوا في هذه المحنة. لا يسعني إلا أن أعزي نفسي وأعزي كافة أهلي في ليبيا وفي منطقة الجبل الأخضر التي أنا ممثلها في مجلس النواب. نعم. يعني اسمح لي سيد خليفة، ما الذي تحتاجه ليبيا الآن من وجهة نظرك كي تتجاوز هذه الكارثة وأثرها؟ هو الحقيقة أول مرة نشوف الليبيين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كما تحدث محمد عليه السلام، يعني تنادوا من تلقاء أنفسهم من كافة ربوع الوطن، من غرب وسط، من غرب الليبي، مختلف مناطق الغرب الليبي، تجاوزوا كل الصراعات الموجودة السياسية بين الحكومات والمتنفذين، وهبوا هبة رجل واحد لمساندة أخوتهم في منطقة الجبل الأخضر وفي درنا بشكل خاص، وألاف من السيارات والقوافل
التي وانا قادم من بنغازي الان متجه الى جبل الاخضر في هذه الساعه مريت عليهم بكل المهتيات وبكل ما يستطيع جلبه للمساهمه في هذه المسار. لكن الحدث كبير وهذا يتجاوز حتى امكانيات الدوله الليبيه، ويعني فيها وسائل غير متوفره خاصه. نعم. إن يعني سامحني على المقاطعة سيد خليفة، يعني أنا ضيف آخر حتى لو طيل علي أكثر من ذلك. بشكرك على وجودك معنا سيد خليفة الدغاري، عضو مجلس النواب عن بلدية الساحل وإحدى أبرز المناطق المتضررة من الفيضانات. أما الآن فينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة البيضاء السيد هشام أبو شكوات، وزير الطيران المدني بالحكومة الليبية المكلفة. سيد هشام أحييك على الجزيرة مباشر. ابتداء طبعا يعني نقف معك على آخر الأرقام والإحصائيات المتعلقة بالوفيات والمفقودين والإصابات، فهل لديكم أي جديد سيد هشام في هذا السياق؟ السلام عليكم ورحمة الله. أنا كذلك عضو لجنة الطوارئ المكلفة من برئاسة الرئيس أسامة حماد. يعني منذ قليل كنا في مدينة درنة، وما زالت فرق الانقاذ والطوارئ والجيش منتشرين في مسرح العمليه. عمليات الانتشار الجثث مستمره، العدد اصبح يرتفع بشكل مخيف، تجاوز 5000 قتيل منذ ساعات. ما زالت عمليات انتشار الجثث مستمره، هناك عدد من الالاف ما زالوا مفقودين. الوضع كارثي بمعنى الكلمة، الوضع لم يشهد له الشعب الليبي مثل هذه النكبات أو الأزمات من قبل. نسأل الله أن يعين هؤلاء الشباب الفرق الإنقاذ وقوات الجيش على المساعدة في عملية انتشار الجثث. تم إخلاء جل سكان المدينة خارج المدينة، لأن التيار الكهربائي ما زال مقطوع على المدينة ولا يوجد بها خدمات اتصالات جيدة. الوضع يعني مدينة منكوبة يعني بكل بساطة يعني. طيب سامحني فيما مسألة التدقيق في الأرقام لأهميتها ولوجود بعض التضارب فيها، هل هناك رقم يعني على الأقل محدد فيما يخص الوفيات؟ حضرتك قلت أكثر من 5000، لأن أنا قرأت خبر 5200 5300، فهل هناك رقم أكثر تحديدا؟ الرقم يتزايد، يعني كل ساعة الرقم ممكن يزيد. فآخر إحصائية أنا أخذتها من حوالي 8 ساعات من مكتب وزارة الصحة، قالوا الرقم تجاوز 5000. قد يكون 5500، قد يكون 6000. عمليات الإنقاذ مستمرة، فرق الإنقاذ ما زالت تشتغل. من المتوقع ان يتلقم بكل صراحه. وهل هناك اي ارقام ايضا يعني تقديريه فيما يخص اعداد المفقودين سيد هشام؟ بالالاف بالالاف، لا نستطيع ان نعطي رقم معين. هناك احيانا تضارب في بعض الارقام في بعض الروايات، ولكن الرقم بالالاف حتى في المفقودين. وزاره الداخليه استلمت العديد من البلاغات على مفقودين. هناك احيانا بعض البلاغات تتكرر، هناك بعض البلاغات يتم وصول او التعرف على اهالي بعض المفقودين، يتم الوصول اليهم ولم تلغى هذه البلاغات. فصعب في هذه الفوضى وهذا الوضع الذي نعيشه ان نتحصل على ارقام دقيقه، من الصعب. نعم نعم مفهوم طبعا مع الوزير. طيب في فيما يخص انت كنت في درنة وعلى يعني لمست ما حدث بشكل واضح ومباشر، كان لك تعليق قبل ذلك او تصريح تحدثت على ان ربع مدينة درنة اصبح غير موجود حتى هذه اللحظة. نريد ان نستمع منك اكثر عن تفاصيل اكثر عن حال درنة الان بعد رؤيتك رأي العين لها. لا، هو اعتقد يجب ان يكون في تصحيح. لم اقل ان الربع اصبح غير موجود، يعني الربع اصبح غير صالح للسكن، طالته المياه. ولكن الجزء الذي هو غير موجود الذي جرفه النهر لا يرتقي الى 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 ربع مدينه درنة. الجزء الغير اصبح غير صالح للسكن نتيجه الفيضانات، الذي طالته الفيضانات بكميات كبيره
يعني يوصل 25% من مدينة درنة. هذا مهم، 25% من مدينة درنة الآن أصبح غير صالح للسكن. نعم. فضلا نعم. عن أن هناك نعم. جزء من مدينة درنة لا أعلم مدى نسبته أصبح غير موجود أساسا سيد هشام. نعم نعم، عيد السؤال لو سمحت. يعني هل في جزء من مدينة درنة غير موجود اختفى بسبب هذه السيول والفيضانات أم لا؟ طبعا طبعا، في المنازل والمباني المحيطه بالبحيره، 25% من مدينه البحيره اختفى، 25% من مدينه بارنا تضرر ضرر مباشر، اصبحت المساكن غير صالحه للسكن، هذا الواقع الحقيقي. يعني هل هناك تقديرات مبدئية بعدد المنازل التي سواء هدمت بشكل كامل أو أصبحت غير صالحة للسكن أو تأثرت بسبب هذه السيول سيد هشام أم لا؟ بصراحة لا يوجد تقديرات مبدئية حاليا، يعني التركيز الأول على عمليات الإنقاذ وإيجاد الجثمين ودفنها بأسرع ما يمكن، لأن الجثمين تبقى في المياه سوف تتحلل وسوف ندخل في كارثة اخرى نحن في غنى عنها. الان كل التركيز والاسراع في عملية ايجاد الجثمين ودفنها فورا بدون حتى تكريم او تغسيل او اي او جنائز، تدفن فورا. ما اصعب ما يعني مشاهدتك اليوم وانت تمر في مدينة درنة سيد هشام؟ نعم، يعني ايه اصعب مشاهداتك التي توقفت عندها وانت ذكرت لي انك كنت في مدينه درنة اليوم ومريت في بعض الاماكن المنكوبه، ما اصعب ما شاهدته؟ والله المشاهد كلها صعبه، يعني مشاهد لم تمر علي في حياتي، يعني هو تسونامي يعني الحقيقه، يعني الجثث مكدسه، عمليات الانقاذ، يعني الحزن، الكآبه، الناس مصدومين، الناس في حالة يعني يرتلعها، يعني كذلك الحقيقة يعني وضع الفرق الإنقاذ في من السيول ومن تحت الأوكام وقلة المعدات وقلة الفرق المدربة يجعل من هذه المهمة صعبة إلى حد ما. حقيقة المشهد حزين جدا، يعني مؤثر جدا لأبعد الحدود. نسأل الله السلامة للجميع. آمين آمين. كان فعلا هناك من الآلاف ويجب أن نعتبر أن هذه الكارثة هي كارثة عالمية، ليس كارثة ليبية أو كارثة محلية مثلا في الجزائر، شيء مخيف جدا. أعتقد أن كل هل هناك أعداد كبيرة من العالقين في درنة مع الوزير لا يستطيعون بسبب يعني تأثير هذه السيول الخروج من درنة إلى أماكن أخرى؟ نعم. هل هناك نعم. أعداد كبيرة من العالقين الآن في درنة يجدون صعوبة من في الخروج منها إلى مدن أخرى أكثر استقرارا؟ لا، معظم سكان درنة يعني غادروها، يعني لا يوجد صعوبة في مغادرة المدينة ودخولها، تم فتح المسارات، فحركة وصول المساعدات وفرق الإنقاذ وقوات الجيش توصل بسرعة في بها، خروج السكان حتى هو في ناحية في دخول أو خروج من مدينة درنة. ماذا عن المساعدات، يعني ما وصلكم تحديدا من المساعدات الدولية؟ مع الوزير إذا كنت معي وتسمعني، أسألك عن ما وصلكم أنتم حكومة، يعني حكومة السيد أسامة حماد في الشرق الليبي، ما وصلكم من مساعدات تحديدا حتى هذه اللحظة، ومن الدول التي وصلكم منها مساعدات؟ على ما يبدو أن هناك إشكالية فنية وانقطع بالفعل الاتصال مع السيد هشام أبو شكات وزير الطيران المدني بالحكومة الليبية المكلفة وعضو اللجنة، لجنة متابعة هذه الكارثة.
على أي حال أشكره شكرا جزيلا، وسنحاول التواصل معه بالتأكيد مرة أخرى. أما الآن فينضم إلينا عبر الهاتف من مسقط في سلطنة عمان الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية للشرق المتوسط. دكتور أحييك على الجزيرة مباشر، وطبعا أريد أن أستمع إلى وجهة نظرك المبدئية في هذه الكارثة التي حلت بشرق ليبيا. تفضل. حياكم الله أخي أحمد وجزاكم الله خير على الاستضافة، وأكرر تعازي الحارة لأهالينا في ليبيا، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يشفي ويعافي المصابين. طبعا كما هو معلوم يعني هذه الكارثة هي تعتبر يعني من أسوأ الكوارث التي حلت ببلدنا العزيز ليبيا من خلال عقد من الزمان. حجم الكارثة كما هو واضح يعني نتج عن أعداد كبيرة من المتوفين والمفقودين، ونتوقع أن هذه الأعداد ستزيد خلال الساعات والأيام القادمة مع الاستكشافات التي تقوم بها الفرق. حجم الدمار، فقدان قرى وطمر قرى ومناطق سكنية بأكملها، المصابين كذلك يتخطى الآلاف، فهي فعلا كارثة حقيقية يعني تفوق قدرات ليبيا مجتمعة يعني والسلطات والأنظمة المختصة فيها جميعا. فلذلك ندعو جميع الدول يعني وجميع الجهات المختصة في كل دول العالم أن تقدم يد العون والمساعدة لليبيا في هذه المحنة العميقة يعني والكبيرة جدا. دكتور أحمد، ما الذي تستطيع أن تقدمه منظمة الصحة العالمية لليبيا يعني في هذه الأوقات يعني؟ نعم، هو طبعا في مثل هذه الحالات يعني هناك أعداد كبيرة من المصابين، هناك أعداد كبيرة من المفقودين والمتوفين، هناك هدم لبنية تحتية يعني سواء كطرق أو مؤسسات صحية، هناك هدم لبنى تحتية على سبيل المثال مياه الشرب، التخلص من المخلفات البشرية، توفر الغذاء. فنحن كمنظمة صحة عالمية يعني ننسق مع السلطات المختصة وبالأخص الصحية في ليبيا من حيث توفر المستلزمات الصحية وبالأخص الاحتياجات الطارية والجراحية، توفر الأدوية، توفر الأجهزة والمعدات اللازمة لإنقاذ الحياة كما هي معروف، توفر الأدوية للتعامل مع الأمراض المعدية المنقولة عن طريق المياه على سبيل المثال الكوليرا، المنقولة عن طريق النواخل كالبعوض على سبيل المثال الملاريا والحصبة والأمراض الأخرى، توفر سيارات الأسعاف وكذلك الوحدات الصحية المتنقلة، توفير مستشفيات ميدانية، توفير طواقم طبية متخصصة. فهي مجموعة من الإجراءات يعني نعمل على توفيرها خلال هذه الفترة القادمة والحرجة من عمر هذه الكارثة. لدينا المكتب أو المركز اللوجستي لمنظمة الصحة العالمية في دبي، نعمل على تنسيق نقل معونات طبية وأساسيات كما ذكرت. لكن متى تحديدا من المنتظر أن تصل يعني هذه المساعدات التي تحدثت عنها دكتور من خلال منظمة الصحة العالمية إلى ليبيا أو إلى المناطق المنكوبة؟ نعم، هي طبعا بالأقصى يجب أن تصل خلال الساعات القادمة، وهذا ما نأمل من خلاله بإذن الله يعني من حيث التنسيق مع الجهات المختصة. كان هناك اليوم اجتماع لمنظمة الصحة العالمية بمستوياتها الثلاثة، المكتب الرئيسي في جنيف، المكتب الإقليمي في القاهرة، والمكتب القطري في ليبيا من خلال الفرق المختصة، وتم اعتماد حزمة من الإجراءات كما ذكرت، تمويل مستلزمات طبية. حاليا يعني الجهات المختصة في المنظمة تعمل على نقلها عن طريق الطيران إلى المناطق المتضررة. كذلك لدينا فرق طبية متخصصة يعني تم تحديد الأسماء، تم تحديد نوعية هذه الفرق والمتخصصين فيها على أمل أن يتم نقلهم جوا أو برا إلى المناطق المتضررة خلال الساعات القادمة إن شاء الله. دكتور أحمد، خطورة وجود أعداد كبيرة من الجثث سواء في البحر أو على البر في الأماكن السكنية أو مطمورة حتى يعني تحت الأرض والأنقاض، ما خطورة هذا الأمر؟ فعلا أخي أحمد، هذا يعني يكمن يعني أحد المخاطر الأساسية التي يجب علينا جميعا أن يعني نعمل على يعني التعامل معها في الطرق المناسبة وفي الوقت المناسب. غير ذلك هناك مخاطر كبيرة كما تفضلت من تأثر هذه الجثث، وبالتالي يعني ظهور الكثير من الأوبئة التي تؤثر على الأصحاء. فلذلك يعني إحدى الأولويات الأساسية الآن
هو يعني الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه الجثث من حيث الدفن ونقلها إلى المستشفيات أو المناطق التي يتم فيها تخزين هذه الجثث، فهي أولوية من الأولويات الأساسية حاليا كما تفضلت يجب أن نتعامل معها. يعني اسمح لي دكتور أحمد، هل أنتم في منظمة الصحة العالمية بيكون لكم نداء للدول بشكل عام للمصارعة في المساعدة في مثل هذه الكوارث لدفعهم لمساعدات محددة بشكل أو بآخر أم لا؟ نعم نعم، لدينا طبعا فرق متخصصة في منظمة الصحة العالمية تعمل على يعني إنشاء نداء إغاثة عاجل لمثل هذه الحالات، حصل سابقا في سوريا وفي تركيا، حصل في الصومال، حصل في أفغانستان وباكستان خلال الفيضانات العام الماضي. لدينا كذلك منظمة الدعم المالي التي أنشئت منذ سنتين تقريبا، تعمل في التعامل مع الداعمين الغير التقليديين كما يطلق عليه، من خلال على سبيل المثال المؤسسات الخيرية التي يعني تمكننا من الوصول إلى الأموال بكل يسر وسهولة خارج عن نطاق المنظمة المعروف. فهناك يعني مجموعة من الخطوات والإجراءات نتعامل فيها مع الداعمين ومع الشركاء من أجل الحصول على التمويل المالي والتمويل المادي والتقني كذلك. شكرا جزيلا دكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، كنت معي عبر الهاتف من مسقط. مشاهدينا الكرام، الفيضانات التي اجتاحت مدن شرق ليبيا أثارت حزنا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي الليبية، وقد رصد ناشطون ومدونون الوضع المأساوي في هذه المدن مطالبين بسرعة إرسال فرق الإغاثة الدولية. على ما يبدو أن لدينا صور مباشرة من مدينة طبرق الليبية الآن، نتابعها مع حضراتكم على شاشة الجزيرة مباشر. على الهواء مباشرة وعلى قناة الجزيرة مباشر الشيخ جويدة ذاود، الأستاذ جويدة ذاود مدير مكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية في مدينة طبرق. تفضل أستاذ جويدة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نحن حاليا متواجدين في مركز طبرق الطبي، تلقينا الجثامين المنقولة من مدينة درنا إلى مدينة طبرق. استقبل أهل مدينة طبرق بحضور مكتب أوقاف والشؤون الإسلامية طبرق من الوعاظ والخطباء والأئمة لكي يتم تحصير وتكفين هؤلاء الناس الغرقى في الإحصار الذي داهم مدينة درنا. تم بإذن الله من الساعة 10 صباحا إلى الآن تم تكفين وتجهيز الجثامين وعددهم 87 من الجالية المصرية، توجهوا حاليا إلى مطار طبرق الدولي وبعدهم إلى نقلهم إلى دولة مصر. نشكر جميع القنوات، نشكر الناس الفاعلين الخير مدينة طبرق الذي تنادوا ودعموا هذه الحملة التي قامت بتغسيل وتكفين أهلنا والناس اللي كانوا معنا في دولتنا دولة ليبيا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أهلنا في مدينة درنا. حاليا ما زلنا متواجدين في المركز الطبي من أمام المشرحة لكي يتم استقبال بعض الجثث، لأن ما زال في جثث عالقة في المدينة ومن تراكم المتهالة في المباني الدرج حاليا يسدونا. نشكر رجال الداخلية، القوات المسلحة، قناة الجزيرة اللي معنا من القرب متابعة هذا الحدث. نسأل الله أن ينجي ليبيا وشعبها، ونسأل الله أن يوفق الجميع. أستاذ جويدة، طبعا حكم منك متابع من الوهلة الأولى في هذه الحادثة منذ بدايتها، هل ستتوقع أن تأتي جثث لجاليات أخرى مثل ما استقبلتم اليوم الجالية المصرية والجالية السودانية؟ طبعا دفعنا حاليا الدلاجات لكن ما قدرناش يعبر إلى مدينة درنا لبعض العراقيل من المباني المتهالكة، لكن ما زلنا في جثامين ونسأل الله السلامة والعافية، لكن الجثامين ما زلنا في جثامين حاليا
طبعا لجهلا من الجالية المصرية والناس الليبيين. تابعنا معكم مشاهدينا الكرام كان حديث لمدير دائرة الأوقاف بطبرق للجزيرة مباشر، ثم تجهيز جثامين ما يقرب من 87 مصريا من أجل نقلهم لمطار طبرق الدولي تمهيدا لترحيلهم لمصر، وكان هناك أخبار عن ما يقرب من 150 مصريا قضوا في هذه السيول، ومعظمهم كان موجود، معظم الجثامين رحمة الله عليهم وعلى الجميع كان موجود في مركز طبرق الطبي. أما الآن فينضم إلينا عبر الهاتف من طرابلس السيد كمال أبو بكر رئيس الهيئة العامة للبحث عن المفقودين في ليبيا. سيد كمال أحييك، وبالطبع دعني أسألك في البداية، هل لديكم تقديرات مبدئية عن أعداد المفقودين جراء هذه السيول في شرق ليبيا أم لا؟ أهلا بك سيدي والسادة المشاهدين. طبعا احنا فرق الهيئة يعني العام البحث عن المفقودين سيرنا يعني قافلة طبعا فرق مختصة في عملية انتشال والاستخراج واستطلاع واستكشافه، وصلت تقريبا حتصل يعني تقريبا الساعة 11 بتوقيت ليبيا مدينة درنا. طبعا الإحصائيات يعني تأتي من مصادر مختلفة، يعني الأعداد يعني احنا عادة نعتد بالإحصائيات اللي ناتجة عن الهيئة عن طريق البلاغات اللي هي من أسر الضحايا، يعني مبكرا بالنسبة احنا باش نعطي يعني إحصائيات رسمية بعد اللي هي التواصل مع أسر الضحايا والبلاغات الصادرة من الجهات المختصة سواء كانت من أسر الضحايا أو المجلس البلدي اللي هو مدينة درنا. لكن الأرقام اللي نسمع فيها طبعا هي تأتي من مصادر مختلفة، لكن المتوقع أن العدد المفقودين حيزيد على 8000 و 10000 مفقود. الاستطلاعات اللي هي ممكن متوقعة حسب عدد السكان والمنازل اللي جرفتها طبعا السيول والناس اللي قاطنين بهذه المنازل، يعني الأعداد يعني عائلات بالكامل فقدت. فالفترة القادمة صراحة الأيام القادمة يعني العمل حيحدد بالضبط يعني الأعداد اللي هي ممكن تكون إحصائيات دقيقة، أما في الوقت الحاضر يعني صعب جدا أنك أنت تحصر الأعداد في يوم أو يومين صراحة يعني. طيب سيد كمال، فيما يخص جهود البحث الآن وانتشال الجثث، خصوصا ان ليبيا بعض المسؤولين الليبيين تحدثوا على ان ليبيا لم يكن لديها الاطقم المدربه في هذا السياق، يعني كيف تتعاملون مع هذا الامر بشكل عام؟ لا بالعكس، احنا ليبيا تو يعني عندها خبره كبيره الهيئه العامه للبحث عن المفقودين، يعني مرت بتجارب سواء كانت حتى الحروب اللي انحدت في ليبيا الاهليه في ليبيا والمقابر اللي نتجت عن هذه الحروب والمشاكل اللي صار. فالفرق طبعا بإشادة حتى المنظمات الدولية ومحكمة الجنايات الدولية، احنا زارت حتى ليبيا وخبراء من الجناية الدولية زاروا ليبيا وشاهدوا على أرض الواقع الفرق وتدريبها وتجهيزها وإمكانياتها وخبراتها التعامل مع مثل هذه الأمور. طبعا اللي حيعيق صراحة عمل ممكن الهيئة لازم يكون بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص في عملية انتشال الركام، تحتاج إلى هذه المعدات الثقيلة والتعاون مع بعض الجهات الأخرى سواء كانت شركة الخدمات العامة أو الجرافات، لأن ممكن يكون في جثة عالقة تحت هذه يعني الركام. بالنسبة للجثة اللي هيتكون مثلا ممكن متغطية بسيول التراب بتاع السيول هذه، ممكن هذه عندنا فرقة احنا مختصة يعني هي ممكن تكتشف هذه الجثة واستخراجها. فالعمل حيكون يعني تضامني يعني مع كل المؤسسات المعنية بالخصوص، لكن عندنا نتكلم حتى على قصة اللي هي عملية التعرف وعملية التعرف على جثة مجهولة الهوية. طبعا احنا عندنا اختبارات الحمض النووي موجودة بليبيا وعلى جاهزية هي يعني يتم عملية وضع قاعدة بيانات لأسر الضحايا، ومن ثم اللي هي عمليات التعرف على جثة مجهولة الهوية بعد مقررتها بقاعدة بيانات بالنسبة لأسر الضحايا. عدد الفرق العاملة الآن في مجال البحث وانتشال الجثث كم تحديدا تبلغ؟
طبعا احنا في سيرنا قافله من 50 من الخبراء اللي هم 50 شخص اللي هم حيقيموا طبعا انك ما تقدرش لان كان في مشاكل صراحه في عمليه حتى دخول درنا وعمليه التنسيق اللوجستيه وكذا. فاحنا التقرير اليوم حيدخلوا اللي هم حوالي سيرنا من 12 سياره بحوالي 50 شخص من الخبراء حيقيموا الوضع. حنرسل بعض الفرق الاخرى اللي هي حتكون في عمليات اللي هي مساعده هذه الفرق اللي هي حسب كل الادارات المختصه. سيد كمال هل لازلت معي؟ معك تفضل سيد. طيب هل استقبلتم اي فرق من خارج ليبيا من دول اخرى؟ البعض كان تحدث على ان هناك فرق تركيه او غيره، هل حدث ذلك بالفعل ام لا؟ هذه طبعا احنا استقبال الفرق هذه مش معنيين بها بالدرجه، ولا اكثر معنيين بها السلطات المحليه الليبيه هي اللي عن طريق وزاره الخارجيه هي اللي تتواصل مع هذه المؤسسات سواء الدوليه والدول الصديقه والشقيقه اللي هي قدمت مساعدات. فالارتباط طبعا هذا مش معنا احنا مباشره، حيكون احنا عندنا ارتباط مثلا من بعض المؤسسات المعنيه بشؤون المفقودين تواصلوا معنا انهم هم حاولوا تواصلوا معنا في تقديم اي مساعده، واحنا تواصلنا معهم احتياجاتنا اللي ممكن احنا تحتاجوها الفتره القادمه. ولكن على الارض احنا ما يعني ما لم يتم استقبال اي من هذه المؤسسات على الارض داخل ليبيا. شكرا جزيلا سيد كمال ابو بكر رئيس الهيئه العامه للبحث عن المفقودين، كنت معي عبر الهاتف من طرابلس. مشاهدينا الكرام، مرة أخرى الفيضانات التي اجتاحت مدن شرق ليبيا أثارت حزنا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي الليبية، ورصد ناشطون ومدونون الوضع المأساوي في هذه المدن مطالبين بسرعة إرسال فرق الإغاثة الدولية. وكتب مصدق حبرارة المدير التنفيذي السابق للتحالف الأمريكي الليبي، كتب قائلا: حتى الآن الوضع في درنا كارثي بكل معنى الكلمة، عشرات الجثث انجرفت مع السيول وأخرى عالقة في أماكن لا يمكن الوصول إليها برا. الموضوع يحتاج لخبرات لا نملكها، أنقذ الشرق الليبي. أما الطبيب أحمد سعدوي فكتب قائلا: الواقع أصعب وأبشع من صور مواقع التواصل الاجتماعي، الفقد عظيم والمصاب جلل، ولكن لا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. الصحفي المعتصم بالله الفيتوري كتب قائلا: الكثير من العائلات بمدينة درنا الحمد لله نجوا من السيل، ولكن لم تصل إليهم أي إغاثة إلى الآن، ووضعهم مزر، ومنهم من يريد الخروج من المدينة ولا توجد سيارات لنقلهم. مشاهدينا الكرام، دعونا نعود إلى طبرق مرة أخرى والحديث عن الجثامين، عدد من المصريين الذين قضوا بسبب هذه السيول، فإلى طبرق. أي شيء قد يأتي من جثامين أخرى لا قدر الله، فكما ترون من هنا من جانب مسرحة مركز طبرق الطبي سيكون معنا مدير مكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية الأستاذ جويدة ذؤود ليحدثنا عن آخر المستجدات في هذا الحدث وآخر المستجدات في استقبال جثامين الجالية المصرية والجالية السودانية. ونسأل الله أن يغفر لهم وأن يرحمهم وأن يرفع البلاء والوباء على مدينتنا مدينة درنا ومدينة البيضاء وكل المدن. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. حاليا متواجدين في مركز طبرق الطب مان وعددهم 87 من الجالية المصرية، تم من لدى مكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية وأهل الخير والناس الذين دعموا المشرحة باللوازم الذي تم تحصيل الجالية المصرية وعددهم 87. حاليا بعد التحصيل تم توجيههم إلى مطار طبرق الدولي لكي يتم نقلهم إلى دولة مصر. أستاذ جويدة ذؤود، طبعا يعني بالوهلة الأولى نجاد رجال مكتب الأوقاف والأجهزة الأمنية، فحدثنا عن
الجثث التي ذهبت عن طريق مطار طبرق الدولي وبعد التنسيق مع السلطات المصرية في استقبال هذه الجاليات المصرية والسودانية التي ذهبت، ولازلتم تنتظرون عدد من الجثث التي بعد إبلاغكم من قبل فرق الإنقاذ. تم تسجيل 87 من الجالية المصرية، تم تأخيرهم قبل 10 دقائق إلى مطار طبرق الدولي ليتم نقلهم إلى دولة مصر، وكل 87 من الجالية المصرية. نعم. يعني كيف يتم اتخاذ التدابير بعد قبل عملية التغسيل؟ يعني هل هناك إشراف من النيابة العامة والجهات المختصة كالأجهزة الأمنية وغيرها؟ طبعاً ما تمش الترحيل 87 إلا عن طريق رجال النيابة العامة ورجال الأمن موجودين، اللي تم التعرف عليهم من الناس اللي كانوا موجودين معاهم في مدينة درنة، ينادوا باسم الشخص باش يتعرف عليه ويتم تغسيله ويتم حمله إلى الثلاجة المخصصة لنقل الجثامين إلى المطار. يعني اللي تعطلت الموضوع ان تطور تم التعريف على هذه الجثث، لان توقعنا يكونوا فيها من جاليه سودانيه او من الناس الليبيين، لكن 87 كلهم من الجاليه المصريه وتم التعرف عليهم. استاذ جويده، حدثنا عن اخر الاستعدادات من قبل الحكومه او القوات المسلحه ووزاره الداخليه، اخر استعداداتكم لاستقبال جثث اخرى لا قدر الله، يعني لو تم العثور من قبل فرق الإنقاذ على جثث أخرى لبعض الجاليات؟ طبعاً في المجرحة حالياً مستعدين لأي جثامين مثلاً من مدينة درنة. قوات المسلحة ووزارة الداخلية موجودة حالياً متواجدين في مدينة درنة، ولكن هناك جثامين عارقة من المباني المتراكمة والمتهالكة في المدينة. أستاذ جويدة ذاود، يعني حدثنا عن عملية التغسيل، هل يتم عملية التغسيل بعد التعرف من قبل الجالية المصرية والسودانية على المواطنين؟ نعم، ما يتمش تحميله إلى الثلاجة إلا عن طريق التعرف عليه، بعد التعرف عليه يتم تغسيله ووضعه في الغرفة المخصصة للجثامين. أستاذ جويدة ذاود، نقول لك نشكر كل رجال مكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية بمدينة طبرق الذين لهم يعني نشاهد مجهوداتهم على قدم وساق من أجل يعني إنقاذ أو انتشال أو الإشراف على تغسيل الجاليات المصرية، فتحية طيبة لك وتحية لكل متابعين هذا البث. كنتم على قناة الجزيرة مباشرة سنشاهد كلمة من إحدى الجاليات المصرية. بارك الله فيكم وبارك الله فيكم، ونشكر ليبيا ورجال طبرق وأمن طبرق على المجهود اللي عملوا معانا مع المصرية، وبعيوننا احنا شايفين. نشكر الأمن ونشكر جميع الشيوخ في طبرق، نشكرهم شكر من المصرية. احنا شفنا بعيوننا يعني المعاملة ازاي، احنا غسيل يغسلوا الناس بذمة وناس بيتقوا الله فينا، وكلنا رجل واحد. وتسلم ليبيا وتعيش ليبيا حرة، وربنا يبارك فيهم يا رب على اللي احنا شفناه واللي عملوه معانا. الامن والامان الجالية الليبية كلها ما سبتناش، شرطة واقفين معانا من الصبح هنا، ربنا يبارك فيهم وجزيهم الله خير ويبارك فيهم، مقصروش، ربنا يبارك فيهم. انت كمواطن مصري شهادة عملية التغسيل؟ الله أكبر الله أكبر، الله يبارك فيهم، والله كلهم إخواتي وربنا يبارك فيهم، من شيوخ من شرطة من جيش كله ما قصروش، ربنا يبارك فيهم. بعيوننا شايفين كل حاجة بعيوننا، ما قصروش معانا والله. أنت كمواطن مصري، هل تم التعرف على عدد من الجثث المتواجدة داخل يعني داخل المشرحة قبل عملية التغسيل؟ أكيد أكيد، وبراعوا ربنا، حتى إن ما تعرفناش على حد، هم أصلا اللي بيتغسل براعوا ربنا فيه، والحمد لله ما نجمش حد. أنا بقول اللي ما يرضي الله، تعيش ليبي تعيش ليبي. مش قادر نتكلم صراحة عن المجهود اللي هم عملوه معانا، ما بنجمدش أنا، ما يرضي الله. الشرطة والجيش كلهم واقفين يد واحدة معانا وما قصروش معانا، والناس اتوكلت على الله وروحوا مسلمين غانمين، والبقاء لله
وربنا يعوض على أهليهم. أمين يا رب. وبارك في الشعب المصري والشعب الليبي وكلنا رجل واحد. أمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم وبركاته. أنت الآن أحد مواطنين الجالية المصرية، الآن في بث مباشر وحي على قناة الجزيرة مباشر، إيش تحب تقول للدول المجاورة وتحب تقول للرئاسة الرئاسة المصرية وحكومة؟ والله الرئاسة المصرية بالنسبة لمصر وليبيا واحد، مفيش خلاف. إخواتنا عايشين في وسط إخواتنا مش عايشين في وسط عالم غريب. الحمد لله. الحمد لله يعني. احنا عرضنا عليهم برضه نقف معاهم وبس معاهم اي حاجه يحتاجوها احنا واقفين الصبح معاهم مش مقصرين احنا كل حاجه بقول لك احنا لو احتجناكم خليكم صابرين معانا لو احتجناكم احنا واقفين معانا احنا واقفين الصبح معاهم عرضنا عليهم بدل مره كذا مره ان احنا مش مقصرين يعني هم قالوا احنا قلنا لهم لو احتجتونا احنا واقفين معاكم فاحنا مش لاقيين فرصه ان احنا نعمل حاجه لان هم مغطين كل حاجه يعني بعد اشراف النيابه العامه والاجهزه الامنيه في مدينه طبرق ورجال الاوقاف والمكتب الاوقاف والشؤون الاسلاميه في مدينه طبرق والاجهزه الامنيه كلها متواجده هل تم التعرف على الجثث قبل عمليه التخسيس؟ والله هم اخواتهم احنا ما تعرفتش انا لان هم يمكن ما نعرفش حد اخذنا مصري بس احنا لما احتجنا في طبرق هم اخذنا فلما عرفنا ان هم في طبرق هنا الجثث جم طبرق فاحنا طبعا ما بعرفناش فينا نجرب طبعا يعرفوا انا عرفت عن انا والناس اللي معايا في السكن يا اهي انت كمواطن مصري شهاده عمليه النقل هل عمليه النقل تمت بطريقه جيده وشرعيه؟ لا ما شاء الله ما شاء الله صراحه لا ما شاء الله صراحه ما قصروش بامانه ما قصروش نظافه وكل حاجه حلوه هنا واهتمام مهتمين بينا واحنا كلنا راجل واحد المصري والليبي راجل واحد ما قصروش ونشكر الجهاز الامني بتاع ليبيا كله وانا مصر اهوت وبنكلم النشل الرئيس عبد الفتاح السيسي مصر وليبيا راجل واحد مصر وليبيا راجل واحد من امن الامان واحنا من 2013 في ليبيا الحمد لله في وسط اخواتنا والشرطه والجيش وكلهم حبايبنا وبارك الله فيهم ما قصروش وربنا يبارك لهم في صحتهم ومصر وليبيا ايد واحده وربنا يعوض علينا في اخواتنا المصريه اللي توفوا والليبيه واي حد توفى الله يرحمه ويسامحه ما قصروش والثلاجات توكلت على الله ومشيت ناس لحد المطار وكلها باجراءات رسميه من وكلاء نيابه من امن الامان الحمد لله ما قصروش واسعافات اوليه وكل ده شايفينه بالصوت والصوره يا اخوك ايمن محمود عبد الجليل يا ايمن شهادتك حتى في سيارات قامت باستجلاب الاجهزه الامنيه واللجان ولجنه الطوارئ المشرفه على نقل الجاليه المصريه، حدثني عن نقل الجرحى اللي كانوا عالقين في عمليات احصاء في مدينه دير. ما قصروش والله ما يعني اي حد كانوا بيتواصلوا اول باول اي حد اسعافات اوليه ما قصروش، في نسنا مصريه احلى رعايه في المستشفى في المركز الطبي هنا، احنا هنا بنتكلم قدام المشرحه وهنا في المركز الطبي في مصريه يعني احلى اعانه بيهم واحلى احلى ناس هنا يعني معاهم في نظافه وشغل وعلاج وما قصروش ربنا يبارك فيهم والله ما قصروش. لا زلنا نشاهد عمليات التعرف على الجاليه المصريه، نشاهد هناك الفرق الانقاذ وفرق الاجهزه الامنيه لا زلنا في عمليه التعرف على الجالية المصرية كما نشاهد رجال الأمن في مدينة طبرق يوقفين من الساعات الأولى وذلك لتنظيم عملية انتشال الجالية المصرية وأيضا عملية التعرف وتنظيم عمل النيابة العامة وتنظيم عمل الأجهزة الأمنية في نفس يعني تنظيم عمل جهات الاختصاص فتحية طيبة لهؤلاء الرجال كما نشاهد لازالوا في عملهم فتحية طيبة لهم ونسأل الله لهم التوفيق كما نشاهد لازالت العمليات النظافة
تابعنا معكم هذا البث الخاص بالجزيرة مباشر، والجثامين جثامين المصريين وبعض المصريين وبعض السودانيين في مركز طبي طبرق تحديدا، للأسف شديد طبعا أمام المشرحة كان هناك تكفين لهذه الجثامين ثم أرسلها عبر مطار طبرق الدولي إلى مصر. عودة مرة أخرى إلى وسائل التواصل الاجتماعي وكيف تفاعلت مع هذه الكارثة التي حلت بشرق ليبيا. الناشط منصف منصوري غرض قائلا: تعودنا نشوف الكوارث هذه بعيدة علينا في دول تانية، ممكن الحرب تعودنا عليها وعلى أحدثها، بس الكوارث من هذا النوع ما تعودناش نستقبلها بهالشكل، ولا قادر نصدق أن هذه درنا وغيرها من المدن اللي تعودنا نشوفها بخضارها وبهدوئها وبطيبة ناسها. الكاتب والباحث الليبي موسى تيهو ساي قائلا: ما تزال المساعدات الدولية أقل بكثير من متطلبات الكارثة المروعة للفيضانات، لا نحتاج إلى المساعدات الغذائية الآن بل أدوات متطورة لإخراج الناس من تحت الأنقاض، الأولوية حاليا للوصول إلى الأحياء المدمرة كليا عن طريق الجو أو البحر بعد إغلاق الطرق البرية نحو المدينة. أما الناشط عبد الله الغرياني فغرد قائلا: الظرف الحالي يعتبر جهادا في سبيل بلادنا، وعلينا أن نتحد جميعا لأجل إنقاذ ومد يد العون لأهلنا، علينا أن نجسد معاني التضامن والأخوة، كل واحد مطلوب منه أي شيء، دينار أو 1000 دينار ومعدات طبية خفيفة وغذائية وأي شيء يهم الإنسان في هذا الوضع الكارثي. نعم في مبادرات من المؤسسات الرسمية ومن بعضها دول الجوار والإقليمية، ولكن التضامن المجتمعي له مكانته الخاصة في قلوبنا وقلوب أهلنا المتضررين. الصحفي منصور عاطي كتب قائلا: يجب التجهز لمرحلة الحد من الضرر البيئي لتحلل الجثامين والذي قد يطال الجميع، الأوبئة هي كارثة صامتة يجب الانتباه لها. أما الناشط أحمد الشركسي فكتب قائلا: هناك عمل على إخلاء المدينة تخوفا من انتشار الجثث التي قد ينتج عنها انتشار بعض الأوبئة، هذه القرارات تحتاج مختصين وخبراء، عمل اللجان الليبية يشكر، ولكن ليبيا تحتاج الآن بالفعل فرقا متخصصة بهذه الإجراءات وفرق إنقاذ. أما هذه المدونة فكتبت قائلة: للناس اللي مش فاهمة وضع درنا، درنا ما فيهاش فيضان من أمطار بس، درنا السدود انهدت والمدينة بالكامل غرقت، لذلك اتمسحت حتى معالم المدينة القديمة وجرفت عمارات بسكانها، درنا الآن تعاني كارثة محتاجة تدخل فرق إنقاذ متخصصة وجسور إنقاذ المفقودين والموتى في درنا بالآلاف. الطبيبة بهية الأمين كتبت قائلة: وطن واحد وجع واحد ولن تفرقنا السياسة، دعاؤنا وقلوبنا مع المنطقة الشرقية في مصابها الجلل العظيم، وعزاؤنا في من فقدناهم في هذه الكارثة، نسأل الله السلامة والعافية لإخوتنا وأهلنا في المدن المنكوبة.